الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمهم إن شاء الله الجزء الأول من تحليل الحساسية في اتخاذ القرار، Sensitivity Analysis in Decision Making Part Number 1 إن شاء الله على بركة الله. نبدأ. يحتاج الباحثون في الاستثمار والتخطيط التمويلي والاقتصاد وكثير من الأمور حتى في الاجتماعية إلى ما يسمى تحليل حساسية في اتخاذ القرار، Sensitivity من Sensitivity Analysis in Decision Making، وذلك في محاولة التعرف على التغيرات الممكنة في النتيجة التي تتبع القرار عندما نقرر الاستثمار، البيع، الشراء أو التخلص من شيء معين. ما هي النتائج التي تتبع القرار هذا؟ لنفترض على سبيل المثال بأن متخذ قرار ما يواجه حالات الطبيعة state of nature الآتية. ما هي حالات الطبيعة؟ هي مشاريع، هي بيع، شراء، ربما مشروع استثماري وما شابه، مع الاحتمالات أو الاحتمال الممكن عن كل حالة والقرارات التي قد يتخذها إزاء كل حالة. أوكي؟ هذه الآن الحالات، هذه الحالة الأولى رمز لها بالرمز S1، الحالة الثانية بالرمز S2، وهنا القرار الأول D1 بما يتعلق بالحالة الأولى، المتوقع البي أوف، العائد من هذا القرار إذا استثمرنا أو يعني بادرنا بالحالة الأولى، البي أوف أو المردود منه المتوقع 40، ومن الحالة الثانية 20، هذا إذا اتخذنا القرار الأول. أما هناك قرار ثاني مثلا، هنا نعم قررنا أن نستثمر هنا بأسوان أو نشرع بهذا أسوان، فبأتينا 40، ومن أستو بيجينا 20. أما إذا اتخذنا القرار الثاني وهو مخالف أو معاكس أو باتجاه آخر، فبالحالة الأولى بعطينا 20 مردود أو بي أوف عائد، والحالة الثانية بعطينا 50. هذه الاحتمالات اللي إحنا بنينا عليها، هذه الحالة الأولى الآن احتمالها 70% والحالة الثانية احتمالها 30%. لاحظوا الآن المقصود بذلك هذا البي اوف تيبل، هذا نسميه احنا جدول العائد او المردود المتوقع بي اوف تيبل. هذا الحل ولا مشروع استثمار بيع شراء اي قرار يمكن ان نتخذه، اثبنا الحالة الاولى اللي هي ستيت اوف نيتشر نمبر 1، وهذا الآن الحالة الثانية ستيت اوف نيتشر نمبر 2. اذا اتخذنا القرار بما يتعلق بالحالة الاولى، البي اوف احتمال 70% ان نحصل على 40، لكن احتمال 30% أن نحصل على 20. بالنسبة للقرار الثاني يعني الذي يختلف عن القرار الأول، 70% أن نحصل على 20 و 30% أن نحصل على 50. الآن نطرح الأسئلة البسيطة، ما هي القيمة المتوقعة من كل قرار؟ يعني إذا اتخذ القرار هذا ما هي القيمة المتوقعة منه، وما هي القيمة المتوقعة من القرار الثاني؟ فالآن هاي بنسميها إحنا هنا حالات الطبيعة، هذه نسميها إحنا القرارات الممكنة، وهنا الاحتمالات الممكنة. فما هي القيمة المتوقعة؟ القيمة المتوقعة من القرار الأول إذا اتخذنا القرار الأول D1 بما يتعلق بالحالة الأولى والحالة الثانية، ونسميها باللغة العربية قيمة متوقعة expected value، هذا اختصار expected value من القرار الأول مترتب على القرار الأول، تساوي 70 ضرب 40، هذه 70 ضرب 40 70% طبعاً ضرب 40 زائد 30% ضرب 20، هنا 30% زائد 20 ضرب 20 عفوا تساوي 34. هاي القيمة المتوقعة من القرار الأول إذا قمنا بمثلا اتخاذ القرار بما يتعلق بالحالة الأولى والثانية. أما القيمة المتوقعة من القرار الثاني المتعلق بالحالتين، القيمة المتوقعة expected value of D2 decision number 2 تساوي 70% في 20 زائد 30% في 50، هنا 70% ضرب 20 زائد 30% في 50 تساوي 29. هنا تلقائيا نقول والله 34 هو أعلى من 29، وبالتالي يجب علينا أن نتخذ قرار اللي هو أن نشرع بالحالة الأولى اللي بتعطينا 40، الحالة الثانية 20 باحتمال 70% باحتمال 30%، ونتخذ قرار أول. طب ماذا لو تغيرت الاحتمالات هنا؟ هنا سؤال، يمكننا معرفة ما يحدث للقيم المتوقعة، هذه ما الذي يحدث لها؟ بتحليل حساسيتها عندما يتغير احتمال كل حالة الطبيعة كما يأتي الآن. نتابع، أكرر ما قلت آنفا حول معرفة ما
يحدث للقيم المتوقع بتحليل حساسيتها للتغير في احتمال كل حال الطبيعة كما يأتي الآن. نقوم باستبدال قيمة الاحتمال بقيمة متغيرة، كأن نقول مثلا بدلا أن نقول 70-80% 20% نضع بي مقابلها المتمم، يعني الاحتمال المتمم اللي هو complementary probability أو chance 1-بي كما يلي الآن. هنا الاحتمال 70% وهنا الاحتمال 30% من حالات الطبيعة التي ذكرتها قبل قليل. نستبدل هذه ب P وهذه 1P تلقائيا. الآن القيمة المتوقعة بناء على تغييرها P و1-P من الحالتين الأولى والثانية إذا اتخذنا القرار الأول، ف expected value of decision number 1 تساوي P في 40 زائد 1-P في 20 هنا، وتساوي بالحالة هي أعطانا معادلة قيمة متوقعة. هذه معادلة القيمة المتوقعة إذا كان احتمال P 1-P بتكون نتيجتها 20P زائد 20. أما القيمة المتوقعة من القرار الثاني expected value of D2 decision number 2 تساوي P في 20 زائد 1-P في 50، هذه تعطيني 50-30P. السؤال ماذا لو أن متخذ القرار نظر إلى الحدثين هذا وهذا بالقرار نفسه، هذا قرارات يعني بالمقدار نفسه من الأهمية، أعطى الأهمية نفسها. يعني هنا أكرر، بنفترض الآن بأن متخذ القرار ينظر إلى القرارين D1 و D2 بالقدر نفسه من الأهمية، هم نسميه he is indifferent، يعني he أو she متخذ القرار ذكر أو كان أو أنثى سواء عنده D1 و D2، ما يعني بأن نتيجة القيمة المتوقعة الاكسبكتد فاليو المبينة على تكون متساويتان، يعني بتكون هذه المعادلة مساوية لهذه المعادلة لأن القيمتين المتوقعتين بتكون متساويات، وبالتالي هنا 20P زائد 20 هنا هذه تساوي 50-30P من هذه، هاتان المعادلتان متساويتان. إذا قمنا بحل المعادلة حتى نحسب قيمة P فنجمع نطرح بطلع عندي 50P تساوي 30، إذا P تساوي 30 على 50 اللي هي 3 على 5 وتساوي 60% وهي قيمة الاحتمال. إذا P في هذه الحالة إذا شرط إذا كانت نظرة صاحب القرار إلى D1 و D2 بالقدر نفسه من الأهمية بكون P تساوي 60% و1-P تلقائيا بتكون 40%. الآن ما الذي يحدث إذا تغيرت الاحتمالات؟ هنا عندما تكون P تساوي 60% فإن 1-P تلقائيا تساوي 40%، وبالتالي تكون القيمتان المتوقعتان متساويتين كما يأتي الآن. هنا الآن استبدلنا هذه ب 60 وهنا 40%، وبالتالي القيمة المتوقعة من هنا لاحظوا لي 60 في 40 60% ضرب 40 زائد 40% في 20 هنا تساوي 32، و 60% ضرب 20 زائد 40% في 50 تساوي 32، هذا إذا كان الاحتمال هنا 60% وهنا 40% ومتخذ القرار نظر إلى D1 و D2 باعتبارها نفس الشيء نفسه. الآن في هذه الحالة لا تختلف نظرة متخذ القرار إلى الحدثين لأن القيمة المتوقعة لهما متساوية عندما تكون P تساوي 60%. دعنا الآن نمثل ذلك بيانيا. هذا الآن الاحتمال القرار الثاني D2 هنا أعطانا القيمة المتوقعة شكل معادلة كما ذكرنا قبل قليل 50-30P أو 30P، وهذا القيمة المتوقعة من القرار الأول هذا أعطانا 20P زائد 20. لاحظون الآن هنا عندما كان الاحتمال 60% فإن القيمة المتوقعة 32 للقرارين هنا 32-30 هنا 32. ما يعني الآن إذا كان الاحتمال أقل من 60% هنا عندما تكون P اللي هو الاحتمال أقل من 60% تكون القيمة المتوقعة expected value للقرار D2 أعلى من القيمة المتوقعة القرار D1، يعني بمعنى آخر هذا المنحنى لاحظوا لي أعلى من هذا المنحنى إذا كان الاحتمال 60% أقل من 60%، وبالتالي هنا السهم إلى اليسار، وبالتالي هنا بتقول لي القرار الثاني أفضل، القرار الثاني هنا أفضل إذا كان الاحتمال أقل من 60%. أما إذا كان الاحتمال أعلى من 60% تكون قيمة توقع القرار الأول D1، لاحظوا لي هنا هذا المنحنى الأزرق أعلى من أصفر هذا،
فبكون هنا الاتجاه إلى اليمين، هنا بكون القرار الأول اللي هو D1 أفضل من D2 بهذه الحالة. الآن لنفترض بأن صاحب القرار أدخل حالة طبيعة ثالثة، ما الذي سيحدث؟ دعنا، هذا مهم جدا لكم أحبة الطلبة والمتابعين حتى الممارسين منكم في السوق المالي، في الاستثمار، في القرارات وما شابه، فأرجو أن تكون هذه واضحة. الآن دعنا ندخل حالة طبيعة ثالثة. كيف الآن؟ هذه S1 S2 الآن D1 40 20 D2 20 50 ودي الحالة الطبيعة اللي هي يعني بترتب عليها قرار الآن اللي هي D3 35 35، يعني فالآن لاحظوا لي هنا سواء 35 35. ما الذي يحدث؟ هذه ليست حالة طبيعة بالمعنى هذا إنه اتخذ قرار بيختلف عن D1 وعن D2 فنتج عنه حالة طبيعة تختلف عن هذه وعن هذه وعن هذه وعن هذه، بتكون 35 35. لاحظوا الآن الاحتمال بقي 60 و40، فما الذي يحدث؟ لاحظوا الآن أحبتي بأن هذا القرار الأول D1 هاي معادلته الآن في الإكسبكت فاليو بالديشن 1، هاي الأزرق هذا سميه، هذا اللي هو 40 و20 بعطيني طبعا قيمة متوقعة كما حسبناها قبل قليل، والدي 2 هو الأصفر هذا أو البرتقالي الغامق إكسبكت فاليو أوف دي 2، وهذا اللي هو D3 35 35 على شكل خط مستقيم. فالآن حتى لا نرتبك أيهما نختار قمنا بصياغة الجدول الآتي. الآن هذا الاحتمال 0 10% 20% 30% وهكذا إلى 100%، هذه القيمة المتوقعة بالنسبة للقرار رقم 1 D1، هذه القيمة المتوقعة للقرار رقم 2، القيمة المتوقعة للقرار رقم 3، هاي أهملناها يعني لن نحتاجها، 0 0 0 لا نحتاجها. افرض الاحتمال كان 10% 20% 30% 40% وهكذا، ما الذي يحدث الآن؟ لاحظوا لأحبتي، إذا كان القرار الاحتمال طبعا الاحتمال هنا 10% إذا بده يكون هون 90%، وبالتالي الآن أيهما بالحالة هاي أفضل قيمة إذا كان 10%؟ لاحظوا لي 47، وبالتالي يجب على متخذ القرار أن يتخذ القرار رقم 2. فإذا كان الاحتمال هنا 10% هون 90%، بالتالي يجب عليه أن يتخذ القرار اللي هو رقم 2. إذا كان الاحتمال 20% يبقى رقم 2 هو الأفضل، القرار رقم 2. إذا كان لاحظوا قاعد أنا يعني أختار الأرقام من هنا من الجدول الذي قمنا بصياغته بناء على هذين الاحتمالين، فإذا كان الاحتمال 30% أفضل إشي قرار رقم 2. إذا كان الاحتمال 40% لاحظوا لي يبقى الآن قرار رقم 2 هو أفضل إشي. إذا كان 50% انتقلنا الآن 50% لو أعطيته اللون الأخضر بكون القرار الثاني والثالث سيان، they are indifferent، متساويان متساويان. إذا كان الاحتمال 60% لاحظوا لي القرار الأول والثاني متساويان لكن القرار الثالث أعلى منهما في هذا القطاع هنا سأبينه بعد قليل، وبالتالي إذا كان احتمال 60% يجب على متخذ القرار أن يتخذ القرار الثالث اللي هو 35. إذا كان 70% يبقى الآن القرار رقم 3 أعلى إشي. إذا كان 80% انتقلنا الآن إلى القرار رقم 1 هو أعلى إشي، أصبحنا بالقطاع هذا الأزرق وبالتالي هذا أعلى إشي، وإذا كان 90% بكون أعلى إشي هذا، وإذا كان 100% بكون هذا أعلى إشي. بيانيا لاحظوا لي هنا هذا الآن القرار الثاني هو أفضل إشي، لماذا؟ لأن الخط هذا المنحنى هو أعلى منحنى في هذا الجزء. متى يكون هذا الحكي؟ لاحظوا لي هون تقريبا 50% 50% يكون هنا تقريبا. إذا كان الآن الاحتمال هنا وقع بين هذه المنطقة وهذه المنطقة بيكون القرار رقم 3 أحسن إشي، لأنه هو المنحنى أعلى إشي هنا، هنا المنحنى الأصفر اللي هو الذي يرمز إلى اتخاذ القرار الثاني بكون أفضل إشي. بين هذه النقطة وهذه النقطة لاحظوا لي مين الأعلى؟ هو القرار المنحنى التابع لقرار رقم 3، وبالتالي رقم 3 بكون أحسن إشي. وأخيرا إذا كان الاحتمال فوق 75 يعني 70% فما فوق الآن بكون هون 80% عفوا تقريبا هنا 80% فما أعلى
بكون أعلى إشي اللي هو القرار رقم واحد. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم أحبتي، راجيا أن أكون قد قدمت لكم الفائدة لكم جميعا، وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى في الجزء الثاني من تحليل الحساسية في اتخاذ القرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.